سنة 2017 كانت سنة ضعف قرائي إذا شفنا عدد الكتب اللي قرأتها مقارنة بالسنوات اللي قبل، ولكن إذا شفنا تطبيقات المعلومات من هذه الكتب هي اللي بتحدد متى استغلالي الحقيقي للوقت وللمعلومات اللي استفدتها من الكتب اللي قرأتها. بديت أقرأ 24 كتاب خلال السنة، ولكن للأسف خلصت 15 كتاب بس. عندي ثلاث أسباب أساسية ليش ما قدرت أخلص معظم الكتب اللي بديت أقرأها. السبب الأول إنه بعضها كانت حقيقة مملة وما استمتعت إني أقرأها. السبب الثاني إن بعض الكتب صراحة كانت صعبة جدا، فكان يبغالها وقت عشان أخلصها أو إني أوصل بعيد فيها. السبب الثالث إن معظم الكتب اللي بديت أقرأها أو بعضها اللي حقيقة استمتعت بيها ما بغيت أخلصها أصلاً، فأخذت لي وقت كثير لين لما خلصتها، وفي بعضهم بديت أخلصهم بداية هذه السنة بس هذا السبب إن أريد أستغل كل صفحة موجودة في الكتاب، وما أخلص الكتاب إلا وأنا مستوعبة كل شيء كان مكتوب في هذا الكتاب. قررت إن في هذا الفيديو بشارككم أفضل 5 كتب قرأتها في 2017. في المرتبة الخامسة هانا في جرين جيبلز. هذه الرواية تحكي قصة يتيمة راحت تعيش مع أخ وأخته، وكان لازم أنها تثبت نفسها كبنت عشان ما يرجعوها لدار الأيتام. طبعا هذا الكتاب جزء من سلسلة يحكي قصتها هي وين وصلت في حياتها. والسبب اللي عجبني هذا الكتاب كثير أنه قراءته سلسة، صحيح أنه في كلمات شوية صعبة لأن الكتاب قديم جدا، ولكن استمتعت كثير وحسيت أنه It's a feel good book. في المرتبة الرابعة The Sun is Also a Star. بديت أقرأ هذا الكتاب في بداية السنة، وصراحة كانت من الكتب اللي ساعدتني أني أشوف الاختلاف في الجنسيات وفي العادات وفي التقاليد بطريقة نوعا ما مختلفة، ولكل شخص قصة مختلفة تماما وهدف مختلف تماما في هذه الحياة. في المرتبة الثالثة Busy, how to thrive in a world of too much. من أكثر الكتب اللي استفدت فيها واستفدت منها واستفدت كيف أنظم وقتي خلال هذه السنة. مثل ما تشوفوا أصلاً الكتاب ما معي، ولكن كل الملاحظات وكل المعلومات اللي استفدتها كتبتها في أوراق على أساس ما أنساها. I definitely recommend it حال كل حد يريد شوي يرتب حياته. في المرتبة الثانية جيمينيا، اللي هو الكتاب الثاني من سلسلة اللوميني، وهذه الرواية ما من نوع الروايات اللي أنا أصلاً أقرأها في العادة، لأنها تتكلم عن الفضاء والعالم الخارجي والحياة بعد سنوات كثيرة، ولكن طريقة سرد القصة والمعلومات اللي تستكشفوها من خلال القصة ما تكون شيء أنتوا توقعتوها أصلاً. في المرتبة الأولى Turtles All the Way Down. بدون أي شك هذا كان من أفضل القصص اللي قريتها هذه السنة، أو أكيد بكون محايدة جدا لأني أنا من النوع اللي أعجب كثير بروايات جون جرين، بس في نفس الوقت حسيت أن هذه الرواية واقعية جدا جدا جدا، لأن حتى الكاتب كان يقول أنه كتبها عن شيء هو مر فيه شخصيا يعني، فتحسوا القصة مؤثرة جدا. في نفس الوقت اللي ما يحب الكتب اللي يجيب شوية نوعا ما من الكآبة ما أحفزهم منهم يقرأوا هذا الكتاب. والحين خلونا ندخل عالم آيباد الكتب أو الكندل. لو سألتوني قبل 6 شهور إذا بشتري كندل أو بقبل أني أبدأ أقرأ كتب من الكندل كنت بقولكم مستحيل، ولكن قبل شهر وصلتني هدية اللي هي هذا الجهاز، وصراحة ما توقعت اني احبه لهذه الدرجة، وبعطيكم 3 اسباب ليش. السبب الاول انه اخف، وبالتالي لما اسافر او لما اريد اخذ كتب كثير او اريد اقراها، بدل لا اخذ مجموعة كبيرة من الكتب في نفس الوقت ممكن اخذ الكندل واحدة وبيكون في كل الكتب اللي انا اريدها. السبب الثاني اني ممكن احصل على كل الكتب اللي اريد اقراها، ما لازم انتظرها انها تنزل وتوصل للمحلات اللي موجودة في عمان، ولكن دائما اول ما تنزل في السوق بتكون موجودة في الكندل. السبب الثالث اللي بشاركه معاكم اليوم، مع انه في اسباب واجد اكثر من كذا،
إن الواحد لما يقرأ من الكندل يحس كأنه يقرأ من ورقة، وهذا هو الشيء اللي جذبني فيه أكثر شيء، لأنه ساعدني إني أقرأ بطريقة أسرع جدا، وفي نفس الوقت ما خلاني أحس إني جالسة أقرأ من شاشة. وقبل نهاية الفيديو أحب أشارككم حساب اسمه كندليشن. في هذا الحساب يشاركوا مراجعات لبعض الكتب اللي يقرؤوها، وفي نفس الوقت يحددوا كتاب واحد كل شهر الكل يقرأ مع بعض، وبعدين ممكن تناقشوه في نهاية كل شهر. شاركوني في التعليقات إيش هي أفضل الكتب اللي قرأتوها خلال هذا السنة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تشاركوه مع الآخرين وتسووا لايك وسبسكرايب للقناة، ونلتقي نهاية كل شهر مع فيديو جديد عن الكتب والقراءة.